تفاجأ المجتمع بواحد الكارثة أو فاجعة أو فاجعة. جريمة بالأمس في نفس لاتوراج ديال الدرك الملكي، الدرك الملكي ديال محمد علالي حقوقي وفاعل جمعوي. واخا سي محمد، يعني كيفاش جاكم الخبر يعني ديال هذه الجريمة هذه البشعة اللي كت طبعا صاعقة وفاجعة؟ بعد ظهر اليوم تفاجأ المجتمع بواحد الكارثة أو فاجعة ديال إقدام أحد الأشخاص بقتل الزوجة ديالو وشقيقه وابن شقيقه. طبعا احنا الخبر حاولنا نتأكدوا منه إلى أن تأكدنا بأن فعلا الخبر وقع، وهذا الرجل كيسكن هنا في دوار ولاد برايا جماعة النخيلة المحادي للجماعة الحضرية الولاد. حادث معزول ماشي ربما لظروف نفسية خلات الجاني أنه يرتكب هاد الفعل الشنيع، أنه يتوجه بندقية الصيد للزوجة دياله والشقيقه وابن شقيقه. احنا كفعالية تلقينا الاستهجان، علاش؟ لأن مجتمع محافظ درويش ماشي مجتمع كيصبر في حقه، كيدير ربما هاد الضغوط النفسية أثرت على هاد الجاني وخلاته أنه يرتكب هاد الجريمة. هو ستيني، راجل الله يعمرها دار، العائلة ديالو الله يعمرها دار، المجتمع اللي كيعيش فيه الله يعمرها دار، ومجتمع هو الكرم الجود، ماشي مجتمع زعما نقولوا ومتضامن. وقعت الجريمة، إذا بينا حنا دابا بغينا نأسيستيو على حنا كحقوقيين أسيستيو على ظروف الجريمة. أولا سلاح الجريمة، السلاح منين جا؟ هو سلاح مرخص ديال الصيد. كيفاش جا الأيدي ديالو هو؟ هذا هو السؤال وهذا هو المعطى. جريمة بالأمس في نفس لاتوراج ديال الدرك الملكي ديال إقليم سطات اللي هي سيدي رحال، واليوم جريمة بإقليم سطات نفسه وب منطقة الولاد. إذن هذا كيسألنا نحط السؤال عريض للسلطات، أن كيفاش كيتم ترخيص البنادق الصيد. ينبغي إعادة النظر، إحنا كإطار حقوق كنطالب الجهات المسؤولة أنها تعيد النظر في منح رخص الصيد. الإنسان اللي كفء سوي يمكن له يحصل عليها، يمكن يكون واحد استمرارية. أنا أعطيتك بندقية صيد ولكن مرة نشوف حالتك النفسية، حالتك الصحية واش تقتدي ذلك أم لا. تكون دورات، علاش هاد العمالة ولا علاش هاد السلطات ولا علاش على مستوى الدائرة على مستوى القيادات تعيط على هالناس حاملي أسلحة، تعاود تدير معاهم واحد لافيزيت لا ميديكال نفسية ولا صحية. تعرفنا الإنسان تا اللي كيكون عنده الضغط ولا تيكون عنده السكر ولا تيكون عنده ولا كيكون مريض نفسي ولا تيكون عنده عليه ضغوطات. هذا من جانب. الجانب الاخر تكون دورات تدريبيه، وهذا اللي كيحمل السلاح واش كيعرف يستعمل هذا السلاح، ولاش باغي هذا السلاح، واش الحمايه من الحمايه الممتلكات ديالو، واش للصيد. الا كان الصيد راه خاص هذوك الناس ديال الجمعيه ديال الصيد تكون مسؤوله، اللي كتطلب باش تدير هاد الدورات ديال الفتح ديال مواسم الصيد، انها حتى هي تكون مسؤوله امام السلطات امام المجتمع، لانها تكون هاد الناس اللي كيكونوا اعضاء ديالها واللي كيكونوا حاملين لهاد الرخص. المساله الثانيه ديال تضارب الاقوال، هذه الناس كتحاول تشيطن، كتركب على اي واقع. وكاينين بعض المنابر سامحهم الله كي يأولوا الفعل، كيسبقوا للسلطات والمسألة مازال في التحقيق، ويروجوا الحوايج اللي كتسيء اكثر ما كتسيء العائلة والناس اللي مجروحين اكثر ما كتكون باغي تحط تغطي الخبر
بموضوعية. أنا ملي كنتهم الأشخاص كنقول لأسباب كذا ولا أسباب كذا وما واش وصلوا أنه حالة تلبس، ما كاينش هذا الشيء. باش غايجي وبداو يقولوا أن كاين خيانة زوجية بحال جا ولقى الفعل وكذا. كنتمنى أن الناس تعيد النظر. حنا بقى الأطوار ديال الظروف الغامضة ديال هذه الجريمة ما معروفاش. بالنسبة للمنطقة راه منطقة واخا راه منطقة قبلية محافظة، كنتمنى من المسؤولين واحد الالتفاتة، انتم كمنابر إعلامية وهذه رسالتنا كحقوقيين، انها تعيد الوضع الاجتماعي ديال المنطقة اللي كتعيش فيه. كاين الهشاشة، كاين الفقر، كاين الطرقة اللي جيتوا فيها، الطريق اللي جيتوا فيها راه ما هي طريق ما هو والو، كاين الإنارة راه ما كايناش، ربما راكم جيتوا كتلقاها مصباح كيضوي مع على راسو ولا علاش. بغينا إعادة شاملة ديال التنمية، بغينا هذه المنطقة ومن جهة الجهة ديال حنا راه كننتميو لواحد الجهة، وهذه راه أقصى عرفتي جماعة النخيلة راه ما بين جات ما بين الحدود ما بين إقليم خريبكة اللي مكان ديال الفوسفات ديال كذا، وهنا المعزل ديال هنا راه الاقصى ديال اقليم سطات، وتصور الاقصى ديال اقليم سطات مع الاقصى ديال الجهه جهه الدار البيضاء سطات. فين امتى شكون اللي غيترافع علينا ولا شكون اللي غيلحق الصوت ديالنا؟ هذه مناسبه اننا نكون نلحقوا الصوت ديالنا للمسؤولين، الناس ديال الجهه، الناس ديال على المستوى التشريعي على في البرلمان، انهم يشوفوا بالرحمه لهذه المنطقه وتكون مشاريع تنمويه مهيكلة على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى المرافق. راه ما كاين لا سبيطار، ما كاين لا 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 بنية طرقية، لا إنارة، لا مرافق اجتماعية. هاد المساكن الضغوط النفسية راه ماشي راه ضغوط، راه عندها موضوعية، ولا جينا نشوفوا راه ماشي موضوع، راه حتى المحيط اللي كتعيش فيه راه كيأثر عليك نفسانيا. ناس نفس الحاجة كديرها اليوم كديرها غدا، كيفاش هاد الوليدات هما المستقبل ديالهم كيفاش غيكونوا نفسانيا وكذا؟ راه كاينه واحد راه كاين مرض نفسي